بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه Naš prvi učaš večeras je Amina Kržalić. Rođena je 1996. godine u Minhenu. U Behrambegovu medresu primljena je kao učenica generacije. Učestvovala je na mektepskom takmičenju iz Kirajeta i učit će nam ajete sure Merjem od 16. do 36. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيناك
أحدا فقولي إني نذرت للرحمن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فيه يمترون فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم. حافظ Fuad Abdullah Seferagić, rođen u Cazinu 1970. godine, svršenik je Gazi Husrev Begove medrese. Njegov sin, Muhammed el-Fatih, Hafiz je postao sa 13 godina. Hafiz Fuad je poznati interpretator Ilahija i Kasida. Trenutno radi na poslovima otpravnika vozova u Minhenu i kao drugi imam džemata Ikre u ovom gradu. Bujrum Hafize. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله
واستر عيوبنا اللهم أصلح شبابنا وأصلح فتاتنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم تقبل دعاءنا بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Omer Efendija Nasić, rođen 1984. godine u Gračanici, svršenik je Karađozbegove medrese u Mostaru,
studira na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Kao učenik i student učestvuje na mnogim takmičenjima učača Kur'ana u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Zaposlen je u Međlisu islamske zajednice Gračanica na poslovima mujezina u Gračaničkoj bijeloj džamiji. Večeras uči ajete sure Ali Imran od 189. do 194. i suru Eš-Šems. Buyurun efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Hamza Lavić rođen je 1985. godine u Sarajevu. Završio Gazi Husrev Begovu medresu i Filozofski fakultet u Sarajevu, nakon kojeg upisuje postdiplomski studij na Univerzitetu u Ljubljani. Pobjednik je europskog takmičenja učača Kur'ana u Zagrebu 2000. godine.
obavljao dužnost muezina Gazi Husrev Begove džamije i imama u džematu Sokolović kolonije u Sarajevu. Trenutno zaposlen u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu, večeras uči suru Saf od 6. do 14. ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أخرج منها Resul Efendija je imam džemata Doglodi, Međlis Sarajevo. Radio je i kao mu jezin Gazi Husrev Begove džamije i kao saradnik radija Bir, na kojem je uređivao emisiju Ibadeti vjernika. Učesnik je mnogobrojnih takmičenja učenja Kur'ana, od kojih izdvajam. Evropsko takmičenje u Zagrebu 2004. godine. Svjetsko takmičenje u Maleziji 2006. godine. Balkansko takmičenje u Sarajevu 2007. godine, svjetsko takmičenje u Iranu 2008. godine. Večeras uči suru Nur i suru Ali Imran.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يوقد من شجرة مباركة إلا شوقية زيتونة إلا شوقية ولا غربية
كان. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه Hey!
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا صدق الله العلي العظيم. بالأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا. يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأمين.